بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ نجمع الشراع بتاع المركب. احنا هنحتاج عشان نجمع الشراع محتاجين إبرة زي كده علشان خاطر نبدأ تجميع الشراع، وبعد كده محتاجين خيط زي ده، ده عشان خاطر خيط نايلون عشان نبدأ نجمع الشراعات. وهنبدأ نجمع الشراع بالشكل ده، تجميع زي كده. هنبدأ نجمع الشراع 1 2 وادي التالت، 3 أشراع هنجمعهم زي كده. وبعد كده هنبدأ نركب واحد واحد في المركب بالشكل ده. يعني أنا ركبت الشراع الأولاني بالشكل كده، وهنبدأ نركب الثاني اللي هو زيه، شراع تاني زيه، واحد من ورا واحد من قدام. وإن شاء الله بعد ما نستكمل الشراع الأشرع كاملة هنبدأ نوصل للمرحلة اللي هي بتاعت المركب اللي هي دي إن شاء الله. واحنا بنجمع الاطراف الاربع اشكال دول، تمام، بنجمعهم مع بعض. في هنا اخرام بنجمعهم مع بعضهم كلهم، بنسيب جزء من تحت كده هنا، تمام، جزء من تحت زي كده، وجزء من فوق، جزء من فوق هنا. لسه انا ما عملتش الجزء اللي من فوق هنا، هنعمله دلوقتي. وعشان خاطر نيجي نبدأ نعمل نربط الجزء ده، نربط الخيط بتاعنا هنا في الجزء ده كده، في الحتة دي كده، نربط الجزء ده كده هنا بالخيط، ونربط في الجزء بالخيط في الناحية دي. وبعد كده نبدأ نربط تحت هنا كده الناحية دي، ونربط من الناحية اللي تانية عشان نثبت الشراع ده على الصاري اللي هو بتاع المركب، عشان نثبت الشراع بتاع الصاري بتاعنا عشان يبقى بالشكل ده، ماشي. وبعد كده